أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو الأرض التي تقام بالجولة 36 من الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة الأحد 6 مايو 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة على ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة بأسبانيا، ويدير المباراة تحكيمين الحكم الأسباني أليخاندرو خوسيه هرنانديز الذي يبلغ من العمر 36 عاما. ويدخل فريق برشلونة هذه الجولة القادمة ويحتل المركز الأول بالصدارة برصيد 86 نقطة، كما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 71 نقطة. وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو الأحد 6 مايو 2018 في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و11:15 مساء بتوقيت الإمارات، و10:15 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، و7:15 مساء بتوقيت جرينتش والمغرب، و8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 2. تابعونا في الفيديوهات القادمة، سنقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة بالتفصيل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.